يس. والله مايكنا الرابع ما أدري شو أقول وشنو أتكلم عنه صراحة. إنسان مبدع، إنسان فاجئنا. إحنا صار لنا فترة قاعد أشوف أكاونته وحبينا إنه يكون ضيفنا، فطلبنا منه وعلى طول ما قصر، قال أنا وياكم يعني راح أكون متواجد. بس كان قبلها مسوي لنا مفاجأة أمس، يمكن أنا وروان متنا من الضحك على الفيديو اللي شفناه. أي والله المبدع محمد الخياط، هذا الإنسان اللي بعد شوي راح نسولف أكثر وتفاصيل أكثر عن الشغلات اللي قاعد يسويها صراحة. يمكن اليوم تكلمنا عن المسلسلات، عن الفنانين، عن الأمور اللي قاعد تردنا للماضي الجميل والماضي الحلو، بس محمد قاعد يسويها بطريقة ثانية. إذا قاعد تحتارون وقاعد تتسائلون أنا إيش قاعد أسولف عنه، خلنا أوريكم الفيديو اللي إحنا نزلناه أمس بكاتنا بالمارينا وتعرفون إيش قاعد يصير، وتالي راح نرد حق المبدع محمد الخياط. أقول محبوبة، سامع عن برنامج نغم الصباح على مارينا أف أم؟ إيه؟ يموتون على قرقة الصبح، ما أدري أسميهم زرازير الصباح ولا بلابل الصباح، وس 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 مثل العصافير، ولا إيش رأيك محبوبة؟ خير خير خير؟ نعم عصافير ها؟ تبيني أقول غراب؟ خلصنا يبقى من هالقرقة وقول لنا إيش عندك يعني هني؟ أنا جايكم لأني أحبكم. تحبنا ها؟ إيه. أنت تعال عندنا الاستديو. زين. ويصير خير. أنتوا شكلكم متحلفين فيني. أكو تعليق بعد ما نقال؟ أنا ما راح أعلق الحين. يوم الأربعاء يصير خير يا محمد. يا محمد. تتابعوني في برنامج نغم الصباح على مارينا أف أم يوم الأربعاء 26/10/2022 من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 9. وبتسمعون أكثر من اللي سمعته. أخوكم محمد الخياط. شبح وي يعني شلون تصدقني وتدري ان هذا شخصيتي؟ انا ما ادري كل شيء، بس اني انا انصاد يعني ترى صعبه غزالي ما ينصادي. صباح الخير محمد الخياط. صباح النور. اهلين. هلا هلا مرحبا. شلونك؟ اهلين. صباح الخير. شنو الفيديو الجميل اللي صدق انا وطلوب ضحك، ويعني الكل قاعد يقول شنو هذا الفيديو العجيب اللي شلون صادكم شيء؟ صدق انت مسوي لي شويه يعني اكبر من كذي، بس يلا يلا. شوف انا متابعكم من زمان، فيعني أنا راسم على شخصياتكم، فلما كتبت لكم الحوار بالعمالة أنا كتبت كلمة شبح وي حق روان وحطيتها الباكراوند أحمر وسويتها إن هي اللي النجرية وكذي من الشخصية لايف يعني ما شاء الله هي نفس الشخصية. سبحان الله، كل ما أحاول أغير شخصيتها كل ما أحاول أحاول مو قادر. ولو تلاحظون بالحوار أنا يعني بين قوسين كتبت إن يعني طلوب يعني لما تقول الكلمة تحاول تقولها بالعانة. ايه انت عندنا ايه آه عشان يصير فيه كذي يعني شوي اكشن يعني. عشان تدش في هذا المجال محمد يعني صعب، يعني مثل ما قلت انت تدرس الشخصيه، تدرس الناس، تعرف شلون ممكن يقولون هالكلمه وتقعد تشتغل، وهذا شيء ما هو سهل. وانك تكتشف هالموهبه هم اعتقد يحتاج لها وقت. صح. فشلون بدا موضوع هذا الموضوع معك، وشلون اكتشفت ان انت عندك هذا الميول حق هالشغلات هذه؟ شوفي انا عندي بدايتين، بدايه من وانا صغير يعني علشان لا نطول الموضوع. وانا صغير ايش كنت اسوي؟ اول على ايامنا ما كان في الوايرات والاي او اكس وهالامور، انا كنت اخذ المسجل ارعص ريكورد واحطه عند سماعه التلفزيون. حلو. علشان انا اسحب اللي ابي. اي بس كل هذا تطور في فتره الحظر امانه في 2020. قعدت قلت ابي يعني ابي اطلع بفكره، ابي اوصل، ابي اوصل شيء للناس يكون شيء مستفز، بس مستفز إن good way يعني طريقة حلوة إيه شيء فضولي. إن أنت لما تأخذ كلمة وتركب عليها موسيقى وتخلق منها حوار كامل في مدة 59 ثانية يكون فلاش بسيط يونس صوت وصورة يعني لما تسمعه يردك حق المسلسل ويدخلك في حالة موسيقية جميلة يعني. حلو والله كورونا طلعت إبداعات صراحة. الواحد اللي كل محمد الحين هالنوعية من الفيديوهات إيش كثر يأخذ منك وقت على أساس إنك أنت تبتدي؟ أنا أدري إنه يكون الفكرة بالك، في حوار بالك، تركب عليه المشهد، بس على أساس إنه يطلع بالنهاية بهالطريقة بهالفيديو عادة كم يأخذ منك وقت؟ شوف على حسب الفيديو اللي يكون فيه موسيقى يأخذ تقريبا أسبوع. حلو. لأن هي كلمة واحدة يعني مثل فيديو الله يرحمها انتصار الشرح اسمه آي. أي 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 ودش عليها الله يرحمها مريم الغضبان صغير يعني إن أوت موسيقى يأخذ أسبوع إلى أسبوع ونص. لكن البرنامج الثاني اللي فيه حوار لا هذا يطول. لأن أنت تخلق أنت الجواب عندك موجود، أنت تخلق السؤال بناء على وجود الجواب. صحيح. أنت تستخدم نفس المفردات. صحيح. لازم تشيك على 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 جودة الصوت، يعني أنت قاعد تأخذ صوت من 40 سنة.
أو 42 سنة. لما تي أنت تمنتجه وتدخله الحين هو واحد من حلين، يا أنك أنت تحاول توضح الصوت أو أنك أنت تخرب صوتك. أحياناً اثنيناتهم ما تقدر تسويهم. يعني صوتي أنا ما أقدر أخلي يصير قديم حتى لو تحط باك جراوند عليه. والصوت اللي أنت ماخذه من المسلسل يكون فيه الهس اللي يسمونه النفس فيه عالي، فصعب أنك أنت تيت منتجه. فلازم تكون في انتقائية للموقف وللصوت وحتى للشخصية بعد. جميل. إنزين هذا الشيء كله أنت ما شاء الله قاعد تقول ممكن يأخذ معك أسبوع، وممكن في بعض الفيديوهات ممكن يأخذ معك أكثر، خصوصا إذا كان فيها تفاصيل أكثر. طبعًا. شلون أنت قادر إن تخلق الفكرة من البداية؟ يعني خل عوار الرأس اللي بعدين بي لما إحنا توصلنا، وإحنا مثل ما قلت ترى 59 ثانية، لكن إحنا ترى ما ندري شنو قاعد يصير معك. شلون تقدر تسوي حوار، تختار الكاركترز اللي موجودين بالفيديو وعلى ما أنت تنزلها بالإنستغرام؟ شوفي روان، الشخصيات يعني مو صعب انك تختارينها. شخصيات ما شاء الله يعني اكثر من 40 الى 42 سنه، يعني منو ما يعرف علقم. اي والله ليش رديت على علقم مره ثانيه؟ يعني انا قاعد احاول، يعني ليش تبدوني يعني شرالي شرالي والله. انزين، منو ما يعرف محبوبه؟ منو ما يعرف سلطان اس اس؟ شخصيات وايد ما شاء الله. ف لما أي أختار الشخصية لازم الشخصية تكون معلمة. زائد زين، الحين أنت مساء قاعد تقول أن الجيل الجديد يعني يعرفون الشخصيات ويعرفون المسلسلات، يمكن الجيل الجديد تسأله يقول لك أنا ما أعرف قصة مثلا مبروكة ومحظوظة، لكن 100% سامع شنقيلة بطبيلة. أي شنقيلة بطبيلة، صح ولا لا؟ أي والله. يمكن أنت روان ما تعرفين تفاصيل مسلسل رقية وسبيتشة، بس 100% سامع أنه لما سعاد عبد الله تقول هذا ما ينشال بالايد يا بالحلج يا بالريوم. صح ولا لا؟ صح. في حوارات خلاص صارت خالده بالضبط. أيوة. فخلق الحوار هو هني المشكله، انه يكون السؤال في بالي ابحث عن الجواب في المسلسل، بعدين تحاول انك تتحور السؤال على اساس ياخذ نفس مفردات الجواب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما أنا أحاور الشخصية أعيش معها، يعني أنا من هي تحطيت لكم محبوبة، أنا عايش مع محبوبة، أنا محبوبة رفيشتي. الله. فأنا أعرف هي شلون تفكر، أعرف هي شلون ترد. مكالمة حنان لما سألتها بالتويتر إيش رأيك في الإعلانات وكذا وكذا وكذا، أنا أعرف شخصية حنان. شخصية حنان تحب تضايق وتحب تنرفز وهواش ونجرة وكذي. سلطان نفس الشيء. سلطان الشخص اللي الله يرحمه غانم صالح، دوره الشيطان اللي مينن البنات، اللي امه وايد تحبه وكل شيء مسموح حق. صح. سلطان. أي. صح. فلن. بعدين حتى لو تلاحظين الشخصيه هي المشهوره اكثر من الممثل نفسه، يعني مثلا شخصيه محبوبه غير عن شخصيه رقية. صح. صح ولا لا؟ يختلفون. غير عن شخصيه طيبه في ام سليمان. نفس الشيء شخصية غانم الصالح الله يرحمها، شخصيتها في مدلول في قاصة خير مختلفة عن شخصية مثلا سلطان. اوف، اختيار تام. الشخصية هي نفسها مشهورة والناس تحب شخصية سلطان. صح. وتحب شخصية محبوبة. صحيح. الناس ترى ربما يمكن كلام محمد صح 100%، ان الناس تنسى وما تشوف بعض المرات ملامح الفنان نفسه، يعني طبعاً. ما تدري ان من كثر ما تحب الشخصيه وهم بعد فنانين ما شاء الله متمكنين، فتنسى ان مثلا هاي سعد عبد الله ولا حياه الفهد ولا رحمه الله عليه مريم الغضبان، تعيش الكاركتر هذه هي. صح. أي. بعدين ما شاء الله حتى هذه الشخصيات صارت تستخدم للتسويق. يعني الحين صارت في مطاعم أسماءها على أسماء مسلسلات. حتى في الدعايات الحديثة الحين صاروا مثل دعاية تلفزيون الكويت مالت رمضان اللي طاف، جميلة كانت. صحيح. لما نيابوا الشخصيات هذه شخصيات يعني تاريخية خالدة. صح. وحتى كمادة تسويقية، كحوار، كأغاني، كشخصية جدا ممتازة. لأن اليوم لما تذكر الفن، لما تقول والله شنو الفن الكويتي، لو تسأل أي أحد سواء كان خليجي ولا من برا الخليج شنو الفن الكويتي، راح يطري لك هالمسلسلات وهالممثلين. أكيد. فكأنه صار جزء من تاريخنا إحنا، وما تقدر أنت تقول لاش علاقة الشخصيات في الشيء اللي إحنا قاعدين نسويه. صح. فالشخصيات والأمور أنا وايد حبتها. أنت قلت إن صديقتك محبوبة وتعرفها وتعرفك بالذات محبوبة. فأبي أعرف رأي الفنانة سعاد عبد الله، يعني اللي قاعد تسوي جدا شيء جميل، وأنا متأكد إنه أكيد مر عليها الفيديو، أكيد شافت، وأكيد إنها أخذت صدى. شنو كان رأيها بالموضوع؟ الحمد لله. الحلقتين اللي نزلتهم دزولها الفيديو. حلو.
وأشادت فيه يعني، مدحت المونتاج ومدحت الحوار ومدحت الفكرة واستفزتها الفكرة. حلو. هي الفكرة مستفزة بس مثل ما قلت لكم in a good way. حتى لو تلاحظون البرومو اللي أنا حطيته كنت قاعد أتكلم إن الجواب موجود وأنت تحط السؤال. صحيح. وكاركترات أو شخصيات ما حد قابلها من قبل، يعني أنت روان أو طلوب في مرة سمعتوا مقابلة مع محبوبة ولا مع حنان؟ لا. لا. أنت ما تعرف رايها بالتيك توك. ما أدري. محبوبة اللي عصبت من التيك توك وقالت إن أنا زعلت وطلعت منهم وأذوني وفانزاتي. أنت روان تعرفين رأي حنان في مثلاً غلاء الأسعار ولا؟ لا ما ندري. فالفكرة استفزت أم طلال سعد عبد الله فأشادت في الموضوع بشكل جميل، وأنا بصراحة يعني أتشرف. جميل جميل. عيل خلينا نشوف الفيديو هذا اللي 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 يأيد الكلام اللي انت قاعد تقوله حاليا. يوم نبي نشوف هالابداع. بسألك سؤال لكل ناطرة، شلونك مع خالتي قماشة؟ انا خالتي هالايام علاقتي فيها وايد زينه وشايلتني بعيونها. زين اوكي اوكي، ليش معصبه محبوبه؟ ممكن تقولين الو؟ الو الو منو؟ محبوبه تسالين منو؟ معانا خالتي قماشه. اهلا. هلا ام حنظل، هلا بالغاليه. خير شتبي؟ اوه الظاهر داقين بوقت غير مناسب، خالتي كانها زعلانه شوي. المتوتره العصبيه شوي. لا ماني زعلانه. محبوبه الله يخليك سكتي، خالتي ما عرفتك بنفسي. معاك محمد. ومتصل عليك من برنامج اسمه قرقه. وخالتي انا ماني مصدق، أنا وايد متوتر بصراحة. ريلاكس ماما ريلاكس. زين أوكي خالتي، محبوبة تقول إنك كل مسافرة. ويا علش إن شاء الله ما تربحين. خالتي خالتي يقولون عقب آخر سفرة حسدوك. تحر والتي قمتي ما تسافرين. طلع جواز سفر مرة واحدة ويوم مات. مات؟ يوم ضاع هذا نجاب لأبوكم سنين طويلة بلا جواز سفر قاعدة. زين أوكي خالتي، خالتي إيش رايش بشناين هالأيام اللي يتمردون على خالاتهم؟ أحد يقدر يتمرد؟ شم الهواء. خالتي ايش رايك بمنحه المتقاعدين؟ السلسلة ابيض ينفع باليوم الاسود. اوكي زين خالتي، شنو العاده اللي ما تحبينها ابدا؟ انا كل شيء ممكن اسامح فيه الا عاده التجسس. عاده شينه وما احبها ابدا. فعلا هي عاده وايد شينه. خالتي مشكوره على الاتصال واتمنى ان ما زعلناك. لا ازعل منك ازعل من ولدي. الله يسلمك يا خالتي ما قصرتي، والوالده تسلم عليك وايد. مع السلامة. سلم عليها. مع السلامة يا عيوني. مع السلامة. حيا الله سلطان. حييك. شنو تسوي لو دقوا عليك وقالوا لك سلطان انت ربحت مليون دينار؟ شو بسوي؟ ايه بسوي اللي ما حد سواه. زين بهيت بصير هايت للصبح ونهيت، بشفط بالسيارة. ايه؟ وبسهر للصبح. اه؟ وبروح القهاوي وبلعب جنجفة والعب دامة واشربه. ايش تشرب؟ اشرب سجاير. اه؟ وانا على يال البحر كيش بسوي؟ زين اوكي سلطان قول الو. الو نعم. الو معانا ملكة التويتر حنان. ايه عدال 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 بس شوي شوي عدال يا لا تتبع علينا الضغط. شو عاد ايالي وياك تجيب سيرتي على لسانك انت فاهم؟ يا جماعة خلاص صلوا على النبي. حنان بنسألك اسئلة سريعة الله يخليك، وسلطان ما راح يتكلم. يكون احسن. ليش الناس دايما حاطة في بالها انك انت انسانة شرية؟ خلق الله علي جم وصر وما صار هذا حالي. لا أقول يعني أنا طيبة وسهادجة وعلى نياتي. ودي أصدق. حنان إيش رايك في الإعلانات اللي يسوونها الفاشينيستات هالأيام؟ وإيه إعلان معروف مدفوع ثمنه. زين حنان بما أنك من ربل تويتر قولي لي إيش رايك بسياسة الحكومة تجاه المواطن في ظل رفع الأسعار وهالأمور اللي صايرة في الدنيا؟ سياسة التقشف. قصدك الحكومة ولا التقشف على ناس ونعمة؟ حمد تكفى خيالك الواسع وين قاعد يروح؟ شو الابداع؟ يعني شوف حنان عطتك يعني الموجز في الأخبار المحلية كاملة. يعني شنو صاير؟ شخصيتها بالضبط. اليوم مثل هالفيديوهات هذه الحلوة وحوار وما شاء الله وقاعد تركب شخصيات وشون قاعد تلقط كل هذه الأمور، يعني إحنا استمتعنا. ما تفكر إن الموضوع يكبر ويصير أكثر من 59 ثانية بالإنستغرام تنتقلها إلى ممكن مسلسل حلقة أطول الناس تدش يوتيوب وتستمتع فيه كأنه شو؟
روان، إذا كانت الحلقة وايد طويلة المشاهد ما يستمتع فيها، تضيع الفكرة فيها. يعني أنا في عندي فيديوهات 59 ثانية، وفي فيديوين واحد تقريبا 3 دقائق واحد 4 دقائق. هم حسيت أن الأربع دقائق وايد. الحين يعني الناس سريعة، صح. تبي بسرعة الفكرة، بسرعة سريع. عطني شنو فيه شنو موجود وخلصني الخلاصة المختصر. أي. اللي على قولتهم يوصل بسرعة. يعني أحس أن إذا طالت الحلقة أو صار فيها وايد تضيع الفكرة. الفكرة الأساسية راح تضيع. صح. محمد الحين لو أنا أدخل أتوقع داخل مخك راح أشوف في أكثر من شخصية. أي. من وايد. حوار. صح. من نقاش. أي. في صح. شغلات طبقتها وشفناها، وفي شغلات احس لحد الحين ما اشتغلت عليها. منو من الشخصيات الحين اللي ودك تشتغل ولحد الحين ما سويت؟ والله شوف اخوي طلب، الليسته طويله. يعني ترى في حلقه المفروض كانت تنزل اللي هي حق فتون علف. الله هذه لازم. وحكيمه بعد. لا بس وحكيمه بس وتسجلت وخلصناها يعني، بس أجلناها علشان موضوع الانتخابات. حلو. هي كان لها علاقة بالانتخابات. أه. بس صارت لوية شوية، وقفناها على ما شوية نغير الحوارات وننزلها إن شاء الله. وفي لستة طويلة يعني، حتى خديجة موجودة. الله. لطيف المجرن. لطيف المجرن. سليمان طيب. وترى العلم هذه الفكرة في البداية أول ما يعني فكرت فيها ابتدت ان انا ابي اجمع لقاءات حق الممثلين واحطهم في فيديو صغير، وتطورت الفكره الى صارت ان انا احاجيهم. الفكره في البدايه كانت بس صوت، يعني كانه بودكاست. حلو. صوت بس، حسيت بعدين ان لو ضفنا عليها جرافيكس راح تصير وايد احلى. شلون انت ضفت الموضوع؟ لان احنا قاعد نستمتع صوت وصوره اكثر. اي فبس حاب اوجه شكر حق اخوي المبدع اللي هو يعني صار بالتيم معاي، اللي هو أخوي حسن إبراهيم. هو اللي نوجه له تحية. إيه تحية كبيرة على الهواء حق حسن إبراهيم، وهو اللي يعني دار باله على الجرافيكس وصمم الشخصيات والرسومات بالشكل اللي أنا كنت أبي في بالي. يعني. أنا أحب المبدعين إذا تجمعوا مكان واحد. إيه. فيعني يبين النتيجة مثل ما إحنا قاعد نشوف فعلًا. يعني أبسط شيء إن الابتسامة هذه اللي ما صعب إنك تخلي واحد يبتسم، فأنت رديتنا لفنانين إحنا نحبهم وايد، ذكريات جميلة والجرافيكس وطريقة الحوار بحد ذاته اللي يصير فيك. شلون النقاش الحين ب2022 قاعد نرد حق حنان وحق حنظل وحق الشخصيات الجميلة، بس ما رديت عليه قلت لي أقرب كاركتر لقلبك منه؟ أقرب كاركتر الحين اللي أنا الحين بتسوي جرافيكس أنت. أي. والقنف الجميلة عيسار هذه، لكن تختار كاركتر واحد يكون وياك تحاوره، منو تبي؟ الله يرحمه غانم الصالح. الله الله يرحمه. شمعنا ليش؟ وايد أحبه من وأنا صغير، كثر ما كنت أخاف منه في مسلسل اللي أنت رياح؟ لا كامل لو صار. أنا كنت ما أنام الليل منه الله يرحمه، وبس كنت وايد أحبه وتأثرت فيه وايد، يعني في شخصية سلطان، في شخصية حمود الصخة في العقاب، وشخصية شخصيته في الخراز. الله. أنا كنت وايد أحبه يعني الله يرحمه، وللأسف إنه أنا ما شفته في الصج يعني. فعلا يعني فنان الله يرحمه ورحمته الواسعة. محمد ما شاء الله أنا ملاحظ فيك الكتابة، إن أنت شلون تستفز الواحد انه يسمع ويكمل الفيديو للاخر، شيء حد قوي. فما فكرت تكتب شيء خاص فيك بعيد عن المسلسلات او الشخصيات، شيء اوريجينال خاص فيك يعني انت؟ كتبت بس ما غير قابل للنشر. اوكي حلو. لانه مستفز. مستفز نفس اللي المنشور يعني. بالضبط. تمام. اتوقع ودنا بعد نشوف شيء من اعمال محمد، ليش لا؟ يلا نشوف بعد من إبداعات محمد اللي يستمتع مساب الفيديو ويشوف الفيديو بعد. جميل جميل، وإبداع إبداع المونتاج، تركيب الكلام، المونتاج وايد وايد يعني حتى ما فيها جنب، يعني على طول الجملة وجوابها، السؤال وجوابه، وبعدين فيها 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 تعب مضني إنه يدور الجواب من خلال أكثر من مقطع من مسلسل. الله يوالي العافية، وهالمبدعين هذيل اللي حنا نفتخر فيهم والله، الله يوفقه ويرفع شانه إن شاء الله. هذا فويس نوت من الفنانة القديرة والكبيرة سعادة عبد الله، قاعد تشيد بالعمل اللي انت قاعد تسويه وبالأشياء اللي قاعد تسويها الكريتيفيتي. هذا بحد ذاته توقع يعطيك دافع محمد كنت تكمل. هذا بحد ذاته ان الفكرة استفزتها. أي. وصلتها يعني عقب كلام ام طلال بعد ما في كلام.
شوف دائما الناس تعتقد ان الفنانين الكبار مو يعني شويه مو ماكبين التطور، وممكن اي شيء حديث يسوونه الشباب وخصوصا في تاريخهم واعمالهم يمكن يكون في رده فعل عكسيه منهم. لكن اليوم لما نشوف مثل الفنانه الكبيره سعاد عبد الله، لان هي دائما تحاول نفسها ترى بشباب وتحب الافكار الجديده المتجدده، حتى لو مثل ما قلت تستفزها يمكن بعض الافكار، لكن هذا اللي احنا نبيه من الفنانين، انه يشجعون هالمواهب ويقول لنا ما يخالف ويمكن يعطونا ملاحظات. غير الفنانه سعاد عبد الله، منو اللي ودك ان اليوم انت صدق تنزل له فيديو ويندز له ويوصل له وتاخذ منه كومنتس، او ان انت تقول له شوف هذا شغلي ايش رايك، ايش رايك وانا استفزك فيه، ايش رايك والناس تسوي له شير وتدز له؟ انا احبهم كلهم، اللي راحوا والله يرحمهم، والموجودين الله يطول بعمارهم. اكيد ودي حق حياه الفهد. الله الله وسوزان يعني حق حياه الفهد لازم. بس شوف هالشخصيات يعني ابراهيم الصلال، حياه الفهد، الموجودين الله يطول بعمارهم، لازم تكون حذر وانت تسوي لهم اي ماده اعلاميه، لان لازم الماده ما يكون فيها اسفاف، صحيح، ما يكون فيها اي نوع من انواع التقليل من قيمه العمل، تقليل من قيمه الفكره، تقليل من قيمه الشخص نفسه. حتى شكله بالجرافيكس، انت لما تطلع بشكل يعني مناسب، تطلع بشكل يليق بتاريخه ومشواره بالضبط. ففيها لازم فيها محاذير، كثر ما هي ممتعة ومتعبة بس ترى فيها محاذير. جميل انك انت عارف محمد، لان احيانا تدري الفنان يمكن ما توصل الرسالة مثل ما انت ودك توصلها. يعني اليوم في نسبة كبيرة يمكن ما يدرون عن مسلسلات الجيل الجديد، يمكن من فيديوهاتك يصير انه منو هالشخصية، منو هذا، وشيء جميل جدا. فيديو انتصار الشراح اللي نزلته اللي هو اي تواصلت معي بنتها. جميل، كانت جدا سعيده، يعني قلت لها ان اتمنى ان انا ما ضايقت، يعني كنت ابي احاول اتواصل مع احد من اهلها علشان قبل انا انزل الفيديو اتاكد منهم ان ما فيها اثاره لاي مشاعر. كانت وايد مستانسه الحمد لله ومرتاحه، وقالت لي الفكره وايد حلوه وانت طلعتها بشكل حلو وشكل ورد وفراشات. قلت لها لان هي مثل الورد الله يرحمها. اي والله يرحمها. الحمد لله. يعني محمد احنا وايد استمتعنا وياك، ونتمنى ان شاء الله نشوف من هالابداعاتك اكثر واكثر ان شاء الله. زين، وتنزل له، ترى انا قلت حق محمد تكلمته اذا تبي ناس تمثل ترى انا لاحظ من 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 اجاباتك السريعه للشخصيات كان ودك تقول انا 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 شيل محبوبه حط روان، شيل خديجه حط روان. بس شنو موضوع فيديو كماري؟ انا وايد قصدي ترى فيديو سليمان القصار. هذا الفيديو كان بالحظر. اوكي. ف تواصلت مع تواصلوا يعني صار فينا بيننا تواصل مع اهل سليمان القصار، احمد القصار. فقال لي محمد انا ابي فيديو حق سليمان القصار. قلت له اوكي. دز لي تقريبا 6 فويس نوتس حقيقيه ما بين سليمان القصار وما بين كوماري. حلو. وجمعت ما بين 6 و3 فيديوهات وطلع الفيديو هذا اللي موجود في اكاونتي. بس المشكلة مو بالفيديو، المشكلة الفيديو حلو عجب سليمان، المشكلة ان الفيديو ما عجب كوماري. لا 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 زعلت علي. زعلت؟ اي زعلت كلش. ولا كوماري ترى ايش حقه؟ اي ايش حقه محمد حاط لي وردة في كل كادر. راضها. اي والله زعلت. والله تستاهل، انا محبوبة الكويت كلها. اي يعني هي ما استمتعت في الفيديو ان احنا مسوينها شخصية وتغني في خضرة واكل في خبز، لا ليش حاط لي وردة؟ أنا لازم أشوف الفيديو. لازم. لا لازم أشوفه عشان نتأكد إذا كوماري على حق وتستاهل فيديو ثاني، ولا أنت شغلك صح. شغله. أنا كوماري. دور بالكم. كوماري. في عندنا سبيدي مال أول صغيرة ولا خلص؟ في قدرة مرت في كبسة كيل قوات الله كماري. تمام. دور بالكم. أنا كماري يلبس ماسك وقدي راسي على طول ما يبي جنجل. دور بالكم. أنا كماري ماسك قدي لازم ربلا قوات الله كماري. تمام. دور بالكم. أنا كماري هيا أخذ فك منها الألة. لا تطلعون، قعدوا بيوتكم. دور بالكم. ما تفتهمون ايش تبين كماري؟ انا ما ابي شيء. انا كماري. حيا الله كماري. اي
اي والله حي الله كوماري والله تستاهل راح تصير نجمه. هي نجمه خالصه يعني كوماري معروفه نجمة يعني من زمان. اي والله نجمه من زمان. حلو ان الناس قامت تتواصل معاه كان الموضوع صار انه ممكن احد من اهل المشاهير او شيء يقول لك محمد قلده ترى بندز لك مسير يعني ممكن نساعد، فهذا يسهلون عليك الموضوع اكيد. محمد قبل الله نختم معك ها طلب ادري انه وين نختم بس والله الوقت يمضي ويمضي سريعا ويجري. والله سريعا. محمد اتمنى من ابداع لابداع فعلا استمتعت واتمنى يا رب ان اشوف هالاعمال هذه اكثر واكثر واكثر. اتمنى يعني اذا في عندك اي نقص بالشخصيات انا حاضر. انا بعد حاضر والله. انتم ما شاء الله يعني كفيتوا ووفيتوا في الفيديو ما شاء الله يعني اعطيتوني اكثر من ما انا اللي احتاجه بعد. ما قصرت يا محمد. مشكور على وجودك معنا في المايك الرابع في نغم الصباح. وصلنا قفليتو وصلنا قفليتو عيال نشوفكم ان شاء الله باكر.